الخبر اللي عدنا اوكي، بما انه انتهت الحرب العالمية الثالثة اللي كانت ما بين محمد جواني وبيسان اسماعيل وطبعا البطلة ام بيسان، بدت الحرب العالمية الرابعة نارين ونور. قبل ما نارين نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات وكانت تبكي بيها وتسجن بيها على نور ستار، بروح شوف هذا المقطع وتعرفون القصة بالكامل. وبعد نور ستار نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات كانت تبكي بيها وترد بيها على نارين بيوتي، بروح شوف هذا المقطع وتعرفون القصة. وما بعد شو اللي صار، فاول شي نور ستار نزلت على سبب الانستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبه بيه حسبي الله ونعم الوكيل بيكي بالبرتقالة اللي ماسكت لك الكاميرا. طبعا وصلني كل الكلام ولكن ما كنت اصدق، بس هلا طفح الكيل والله موجود والناس شايفه. وبعدها كملت وقالت انت مش همك فيديو او فكره، لانه يا ما اخذتي فكره مني وانا اخذت منك فكره وعادي هذا الشيء باليوتيوب يعني، ولكن انت بدك تدخلي دراما مع نور مشان تغطي على درامتك انت وبرتقالتك المعفنه وفضايحكم. الله كبير وشايف ويمهل ولا يهمل يا مريضه. ليش اشرح لكم هذا الستوري اللي هو نور صار بهذا الستوري تقصد بالبرتقال المعفنه اللي هو غيث مروان، وصار تقول انه انت تريد تدخلين دراما وياي عم تغطين على الدراما اللي بينك وبين غيث مروان، خاصه نور استرشات الفولو من حساب غيث مروان بالانستغرام. وبعد نزلت هذا الستوري تقول الشله مش انس واصاله، هذول الناس بامريكا اتركوهم حالهم، اقصى شلتك بدبي واللي هو شخص واحد اللي هو شلتك البرتقال المعفنه اللي هو غيث مروان، الا بدور بريئه بس افعل الخير او شرا فيسرده الله في يوما. البارح كتبت لك انا مش بخير وكتبت لك هالمقوله وكنت حاسه وعارفه انه لعبتكم، فصدق اني تقصد غيث مروان وانس واصاله. اما بالنسبه للثاني شيء، نور ستار تعرضت لهاي التهجم في كل التعليقات انقبضت عليها بالانجليزي ومكتوب عليها جيش نارين بيوتي، ونفس الشيء طبعا تعرضت بالانستغرام في كل الكومنتات اللي عادها انه انت صارخ الفكره من نور ستار، فالفكره بنوصل لحبايب انه نارين بيوتي كانت طالعه بفكره انه هي فكره الجيمنج، راحت نور ستار باقت هاي الفكره من عادها، منها صاروا يتهجمون عليها. اما بالنسبه للثالث شيء، فنور ستار دخلت المستشفى فهم هلزت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان بها نور ستار من داخل المستشفى ومكتوب عليها دعواتكم، فطبعا صاروا يتهجمون عليها ان كل اللي قاعد يسويهم مجرد استعطاف مو اكثر، فهي ما بها شيء ولكن مجرد سوت نفسها بالمستشفى. صار يقول انه هذه حركات هي حركات ام بيسان، بما انه اساسا نور ستار ويا بيسان تحكي ويا بعض، وهو نفس اللي سويته بيسان ويا جوان اللي سويته حاليا نور ستار ويا نارين بيوتي. ولكن اغلب كشفها انه اساسا السرير اللي هي قاعد عليه هو سرير مجرد على تقيس الضغط او شيء بسيط، يعني مش سرير مال طوارئ بالمستشفى، واضح من شكله اساسا يعرفون فهم المستشفى يعرفون هذا الشيء. اما بالنسبه لاحمد ابو فنزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات يقول بيها انه هو نور ستار مو يا نارين، اللي شاد الفولو من عنده وصارت مسخره على الكل. على كل احطكم الستوريات لحبل يشوفها كامل. شفت الطوشه بين نور ستارز ونارينا؟ اه انت تيم نور ستارز ولا تيم نارينا؟ اه يا الله مش عارف شو. انا تيم نور ستارز. اه انا كمان صراحه انا تيم نور ستارز، لانه نارينا عملت لي الف فانا مع الحد اللي عمل لي فولو. نايس. محايد انت، محايد. لا مش محايد، انا مع نور ستارز. هيك رايك انا زلمه نور ستارزي. نور ستارزي؟ اه انت ناريني؟ ما بعرف، انا بالنص بالنص. بالصراحة يعني الطوشة جد قوية. يعني شيء كثير. يا ايش فخم. مواضيع قوية الصراحة، استمروا استمروا، كملوا شوي كمان شوية ستوري وبصير عندي فيديو 12 دقيقة عنكم. بس حاب احذر نور ستارز، انا كشخص عمل له انفولو من نارينا قبل، حاب احكي لك ديري بالك ديري بالك. اوكي البنت يعني تعمل انفولو، هي في عندها اربع اخوان كلهم بيوتي زيها، كلهم بيعملوا انفولو، شيرينا بيوتي، سميره بيوتي، شيروف بيوتي، جرير، كلهم انفولو مع بعض، خمسه بوف بتفقوا مع بعض وبيعملوا انفولو، فديري بالك. وجد حياتك حتتغير للابد، يعني كثير حتلاحظي. لليوم بضلني اصفن واتذكر بس الايام اللي كانوا عيلة البيوتي عاملين فولو، ايام حلوه. هسه انا nothing، جد اندمت اني تمسخرت على بيزون شيرو. بس حاب احكي لعيلة البيوتي، انا تغيرت، انا مو هذاك الانسان المنغلق، انا اليوم بدعم الشباب اللي بيلبسوا فيزون. البسوا فيزون شباب، وكل مكان ضيق وزهري أنا بدعمكم. عيلة البيوتي بليز ارجع فكر في الموضوع، اعملوا لي فولو، ما بصير الفيزون يفرقنا. بس وصلنا صارت المقطع حبايب، على شوي رح ينزل لكم مقطع اليوم، يمكن ينزل لكم اربع مقاطع او خمس مقاطع، فاشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وانتظروا المقاطع اللي تنزل لكم. وبس، كانكم فايزين مقاطع من القصص، ومع السلامه.